السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل، وما تنسوش أخوتي لايك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع، وإليكم التفاصيل. اليوتيوبر المغربية رانيا فلوغ والعائلة ديالها وفاطمة الزهرة مولات جلال مشاو حضروا الافتتاح ديال سميرة مربوحة وكبروا بها، فألف مبروك عليها والله يكمل عليها بالخير والله يسهل عليها، لأنها إنسانة كتستاهل وبدات من الصفر، وبزاف ديال الناس تضامنوا معها لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. غادي نخليكم مع الفيديو. بعد ما جينا اليوم عند سميرة الغزالة الافتتاح ديالها، فكنت الله يكمل عليك بالخير، ونهار كبير هذا شفناك وحضرنا لك الافتتاح ديالو، وإن شاء الله مازال في غادي نجيو عندك الله يكمل عليك بالخير، وشوفوا نهار زوين هذا اللي شفنا وتعرفنا عليك. بارك الله فيك. شكرا بزاف الحاج والحاجة اللي كتبتوا معايا اللي حفظكم عليا، شكرا شكرا الحاج ويكون العمر العظيم اللي حفظنا معاك، ونشارك معاك الفرحة ديالك الله يكمل عليك بالخير. جينا عند سميرة ندعم ليها بالخير الافتتاح، الله يوفقك ان شاء الله. شرفتونا اختي الزهراء، اختي رانيا، بالشرف اليوم الحاجة الله يبارك فيكم، الله يوفقكم بالخير. فبادرة زوينة من عائلة رانيا فلوغ، والناس اللي حضروا يكبروا بها، والناس اللي واقفين معها لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن، الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم، حيث أخوتي ماشي سهلة مسؤولية ديال ربعة الوليدات، فالله يكون معها والله يوقف معها والله يكمل عليها ويكمل على الجميع يا رب. كنتظر خوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.